لو كان في بين الحبايب أدب ما كانوش عملوا حاجات قلة أدب. مش حلوة. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده في ستيفلر رياكشن على هوم سينما، والفيلم اللي هنعمل له رياكشن هو فيلم الكنز الحب والمصير الجزء الثاني، مفروض هينزل في العيد الكبير اللي هو كمان مفروض يعني كمان شهرين. انا عارف ان انا بقالي فتره ما بنزلش فيديوهات، بقالي تقريبا بتاع اسبوع او 3 ايام او اسبوع او 4 ايام، ده بالنسبه لي ده يعني ريكورد، يعني ان انا ما نزلتش بقالي فتره كبيره اي فيديوهات يعني وخالص. ده بالنسبه لي دي فتره كبيره، يعني زي ما انتم طبعا كنتوا عارفين ان في رمضان شبه تقريبا كنت بنزل بالخمس والست فيديوهات في اليوم، ف ان انا اقعد اسبوع ما نزلش اي حاجه ده رقم قياسي بصراحه يعني. بس طبعا رجعنا لكم شويه، كان في شويه احباط الفتره اللي فاتت، وكان في شويه اوفر ثينكينج بقى والجو ده، عشان كده بقى لي فتره مش بنزل فيديوهات وكده، بس الحمد لله خلاص رجعنا تاني نعمل فيديوهات. والفيديو اللي هنعمل عليه النهاردة هو ستيفلر رياكشن، هو تريلر رياكشن لفيلم الكنز. بعد الحلقة دي ان شاء الله بإذن الله هيبقى فيه تريلر رياكشن بتاع فيلم دكتور سليب، الفيلم اللي هو تكملة او السيكوال بتاع فيلم The Shining. مش عايزين برضو نطول في الفيديو، طبعا كالعادة ما شفتش التريلر ولا مرة، هشوفه معاكم دلوقتي لأول مرة، يلا بينا. الكرسي ده سحره غريب عجيب، يؤمر وينهي ويحط قوانين، ما تعرفش مين اللي بيحكم، انت ولا الكرسي؟ بل اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف دلوقتي حالا. خايف عليا ولا عليه؟ لو قتلك هموت. قوتك ما يكفينيش. الفرعون إله قوي. الزمن واللي بيوريه لنا هو الأستاذ الكبير. عايز غزية. أمي. ست الستات. يا لوحظ. لو كان في بين الحبايب أدب ما كانوش عملوا حاجات قلة أدب. علي. مش قدامنا غير حل واحد. ما تبتديش حكمك بالدم. هنقاوم الشر بكل الطرق وبالقتل لو قتلونا. وايه حكايه الكنز؟ وكل الابطال اللي في الصوره اختفوا. المحروسه بتاعتنا مش بتاعتنا. ما شدنيش قوي التريلر صراحه، زي ما انتم عارفين انا كنت موضح برضو في فيديو من الفيديوهات اللي انا كنت عاملها ان انا ما عجبنيش الجزء الاولاني بصراحه، كان طويل قوي زياده عن اللزوم، وده تكملته الجزء الثاني. معرفش بقى هيبقى فيه كمان الجزء الثالث ولا خلاص ده الجزء الثاني خلاص اخر واحد، ولا في حاجه تانية ولا ايه، انا مش عارف بالظبط. هو ده طبعا ده سيكوال بالنسبه لفيلم الكنز، الجزء الاولاني اللي هو كان الحقيقه والخيال. هيكلمونا بقى تاني على حكايه علي الزيبق، وهيكملوا القصه بتاعت حتشبسوت، وبعد كده بقى في حكم مصر بقى وتحتمس الثالث، تقريبا تحتمس الثالث ده احمد مالك اللي احنا شفناه في التريلر. طبعا هنكمل حكايه بشر اللي هو محمد سعد، ومن هنا بقى هنبتدي نتعرف على ام احمد حاتم في الفيلم. القصه تكمله يعني، بس مش عارف اذا كان هيبقى معانا في العيد ولا لا، بس ده تقريبا احتمال كبير هينزل في العيد، يعني هم تقريبا قالوا ان ده احتمال كبير قوي هينزل في العيد مع اولاد رزق الجزء الثاني، وولاد رزق الجزء الثاني والفيل الازرق الجزء الثاني. طبعا من بطوله محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبري واحمد مالك، في امينه خليل وفي روبي، هيثم احمد زكي وفي سوسن بدر وفي احمد رزق، نهى عابدين وساره عبد الرحمن واحمد حاتم وعباس ابو الحسن وهاني عادل، في ناس كتيره جدا يعني، الكاست كبير يعني. التاليف لعبد الرحيم كمال، وطبعا الاخراج لشريف عرفه، هو برضو كان نفس المخرج بتاع الجزء الاولاني. تاريخ العرض بتاعه هو 3 يوليو، هينزل السنه دي زي ما انا قلت، تقريبا في احتمال كبير ان هو ينزل في العيد الكبير عيد الاضحى. نسبه ترقبي بصراحه للفيلم هي 6.5 من 10، لان برضو كالعاده
التريلر ما شدنيش زي الجزء الاولاني، ومعرفش برضو هتفرج عليه في لو هينزل في العيد، معرفش هيبقى معانا في العيد ولا لا، بس اللي هو اللي فرشور اللي هيبقى معانا في العيد هو ولاد رزق الجزء الثاني والفيل الازرق الجزء الثاني. بالنسبه لده ما اعرفش بصراحه، بس ما عنديش انطباعات تانية للتريلر. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي.